بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من الدي ام ام. أتوقع هذا آخر تمرين لنا بالدي ام ام. إحنا لمينا بالموضوع تقريبا كامل، بدينا من البدايات وصلنا لمراحل متقدمة في الموضوع، كفاية كتمارين، والباقي عليك طبعا إنك تطور نفسك في هذا الموضوع، بلزمك في شغلك بيوم من الأيام، وممكن تعمل عليه شغلات كتير من تهدم بنايات، أو إنه وممكن أنا مرات كثير بستخدمها، إنه بناية بتنهدم بعملها فيديو، وبمراحل المونتاج بعكس الفيديو، بتصير كأنها تبنى تنبنى بدل ما إنها تنهدم. يعني إنه ممكن يجيك أفكار كتير. أنا هون بدي عندي هذا التمرين عشان نلاحظ بعض الشغلات البسيطة، ويكون يعني تمرين في لك بعض المواضيع على الماية بشكل عام، تمرين بسيط خفيف. بدي أعمل كأنه بناية وفي سيارة وبتهدمها. أول شيء لو عملت عندي فايل هذا سين فاضي، لو عملت امبورت فايل امبورت، طبعا أنت عشان الامبورت يجي صح لازم تعمل سيت بروجكت أول شيء، وبتروح على المكان اللي بدك تعمل الفولدر اللي فيه مايا بروجكت، اللي هو انا عندي مثلا دي ام ام مايا بروجكت، وتعمل سيت. اوكي، بهاي الحالة لما تعمل امبورت بيجي امبورت من نفس السين، ولو في تكتشر بتاخده، يعني تكتشر وماتيريال بتاخده من نفس السين اللي انت عليه. اوكي، خلينا نجرب نعمل امبورت فايل امبورت. في عندي هون فولدر اسمه او بي جي، وفي عندي كار مثلا كار نمبر 2 اوكي دوت او بي جي. لو كبست عليها دبل كليك، هذا الفايل محول من 3 دي ماكس. لما يوصل على مايا بيجي بعض الشغلات فيه، شوف مثلا حجمه ضخم. هلا السياره هون مو مبينه كامله، لو كبست 5 على الكيبورد حتشوفها بالوانها. اوكي، لو كبست 6 اذا في ماتيريال بتبين، بس الان ما في ماتيريال، ما في تكتشر، في بس ماتيريال، فما ما في فرق بين انك تكبس 5 او 6 في هذه الحالة. اوكي، هاي السيارة لو رجعتها لورا شوي شوف حتختفي. هاي الملاحظة مهمة ولازم تعرفها، كثير من البرامج لما تجيبها على مايا كاو بي جي او اي اكستنشن تاني حتلاقي انه كأنها بتختفي جوا الكاميرا، مو مزبوط الوضع. الحل تبعها سهل، اول شي بتختار الكاميرا. عشان تختار الكاميرا قدامك يعني حلول كتير، واحدة من الحلول انك تروح على المنيو الصغيرة هاي، واول ايكون على الشمال عليها شكل الكاميرا، اكبس كليك عليها، انت الان اخترت الكاميرا. اوكي، بتلاقي على اليمين اتريبيوت اديتور، اذا مو مبين عندك كنترول مع اي بتبين عندك. اوكي، انا بكبس كنترول اي مرة ومرتين، مرة بعطيني الشانل بوكس واللايرز، ومرة بعطيني الاتريبيوت. انا بدي الاتريبيوت. اوكي، بس عند كاميرا في عندي الاوبشن هون فوق، اول شيء تقريبا فار كليب بلين. اوكي، هذا عندك تقريبا الرقم 10000، زيده كمان صفر. اوكي، خلي 100000 واكبس انتر. بس هذه الحالة صار عندك السين بعيد وبتقدر تستفيد منه. اوكي، بس انا طبعا هاي الاحجام ضخمة، بدي ادخل على الاوتلاينر واشوف الكار. عندنا كتير من اللايرات الموجودة او مجموعة اوبجكت، بدي اكبس عليهم مع بعض، واكبس كنترول جي فور جروب عشان يعطيني جروب، صار اسمها جروب 1. بقدر اكبس عليها دبل كليك، وبدل جروب 1 اسميها كار. اوكي، هيك صار عندي الكار كاملة، حجمها ضخم. فمباشرة بروح على الشانل بوكس، وفي عندي السكيل اكس واي وزد مع بعض هدول، بكبس على سكيل اكس وبسحب لتحت لعند زد وبسيب. هلا لما اغير الرقم راح يتغير عليهم الترات لانهم محددين مع بعض، فبدل ما هي 1 بدي اعمل 0.2. اوكي، صغرت. اكبس حرف الاف على الكيبورد حتيجي عندك في وسط الشاشة، لساتها كبيرة على فكرة. بدي اصغرها كمان بنفس الطريقة على channel box، بكبس على الاول وبسحب لتحت و 0.05. اوكي، ممكن يكون احسن. اف على الكيبورد.
طيب هذا العنصر الأول بدي إياها هاي مثلا تدخل في الجدار، أوكي، أو في بناية. خلينا نرسم بناية. طيب بما إنه هذا الجريد اللي عندي الصغير لسه حجمها كبير، بدي أكبس على الأول وأسحب 0.01. أوكي خلني هيك أشوف مقاسها ممكن يكون مناسب. هذا الجريد عندي وهي حجمها هيك. أوكي هلأ لو بدي أكبرها أو أصغرها أو شي، بلاحظ إنه عندي عندي السكيل على اليمين عشان البوكس بقدر أعمل فيها. هلأ بدي أعمل أرضية، خلي الأرضية نعملها دي ام ام. هلأ أنا على البوليجونز بدي أعمل شكل البناية، بدي أرسم على شكل مكعب، أكبس على المكعب وأكبره. اوكي خلني ازيحه على جنب. طبعا انا بدي اعمل احجام مش مظبوطة 100% الان بس للتوضيح، وانت عندك الموضوع تزيد وتكبر وتصغر. شوف انت عم بتكبر وتصغر، لو رفعته لفوق يعني يجوا تقريبا على الارضية واحدة، ممكن تشوفها من السايد فيو لو كبست على سبيس بار وتضلك كابس وتكبس انت بوسط كلمة مايا، وكبست كبسة وانت كابس على سبيس بار اللي هي المسافة، لو كبست كبسة ماوس وضلتك كابس حتلاقي انه الفيوز توب فيو والسايد فيو والفرونت فيو. اوكي لو رحت على السايد فيو مثلا ورجعت لورا شوي تقريبا جاي على الارضية هون، كفاية ما بدي اكتر من هيك. ممكن ارفع البناية لفوق شوي، وممكن الكار كاملة ارفعها لفوق شوي عشان يجوا على نفس الخط الموجود هون. برجع على البرسبكتيف، بس كليك على السبيس بار بتحول بين السايد فيو والسايد فيو مع هاي. لا ممكن تكبس على هاي انت. اوكي لو كنت انا على البيرسبكتيف، هاي البيرسبكتيف، وبعدين كبست سبيس بار ورحت على السايد فيو او مثلا توب فيو، وبعدين كليك ماوس عليها، حترجع عليها. طيب لو كنت هون على الاربع على الفور فيوز وبعدين كبست على واحدة فيهم على السبيس بار حتكبر وتختلف بين انك تشوف التوب فيو او الفور فيوز، هدول الاربع جهات لتشوف العنصر، وبين انك ترجع على البرسبكتيف لحاله. واسهل طريقة انا متعود عليها لو كنت على اي فيو وليكن السايد فيو اللي كنت عليه هلا، وترجع على البيرسبكتيف سبيس بار كليكة ماوس ولفوق بيرسبكتيف فيو. هاي اكتر طريقة انا متعود عليها. هلا هاي البناية، هلا خلني اوزع العناصر بلايرز عشان يكون الموضوع عندي واضح. اللايرز كنترول مع اي على الكيبورد بشوف اللايرز على اليمين، وبدي اشوف الكار كاملة. طبعا هون على الشانل بوكس على الاوتلاينر سوري، بتقدر تكتبس على المجموعة كاملة لانه هدول الكار حكينا عبارة عن مجموعة من العناصر، بتكبس على كلمة كار بتختارهم كاملين، او ممكن تختار اي عنصر من المجموعة وتكبس على اسهم على الكيبورد على السهم اللي فوق. اوكي بيختار لك المجموعة كاملة. على كل الاحوال انا اخترت المجموعة كاملة، ومن اللايرز على اول ايكون على اليمين بختار لاير جديد وحط لي فيه الكار، واقدر اسميه هنا كار. لاحظ انه ما راح يتسمى معاي كار لانه عندي كلمة كار موجودة باللايرز بالاوتلاينر. لو عملت سيف شوف اعطاني اياها كار، بس لو بدي اعمل جروب تانية واسمها كار حيغيرها كار 1 حيعطيني اي شيء تاني. شوف مثلا عندي هون هذا البيلدينج، بدي اعملها جروب واعملها دبل كليك واسميها كار وانتر، اعطاني اياها كار 1 لحاله مباشرة. لو كبستها كار مرة تانية وانتر حتعطيك كار 1، لانه ك
كار مستخدمة عندك، فما بعطيك نفس الاسم بكرر لك اياه. على كل الاحوال هاي ما بدي اياها انا بلاير، بكبس على العنصر اللي بدي اياه نفسه، وبكبس ميدل كليك كبسة ماوس بالكبسة ماوس الوسط، وبكبس لتحت وبسيب. صار عندي الكار هذا اشي لحاله، بعمل ديليت، انا هو اصلا بيلدينج. على كل الاحوال اوكي، هذا عنصر، هذا اللاير تبع الكار بيختفي وبيظهر حسب الفيزابيليتي. هذه عندي بناية، طبعا شكلها مش بناية كاملة لحد الآن، بلزمها شوية تكتشر. التكتشر من وين بدي أجيبه؟ في عندي بالسورس إيمج، لو عملت سورس إيمج كيف بدك تعمل ماتيريال لأي عنصر، روح على ويندو ورندرينج إديتر هايبر شيد. من الهايبر شيد زي ما حكينا في درس سابق، من الهايبر شيد حتلاقي هدول العناصر تاعون الكار، شوف كلهم تاعون الكار الموجودة عندي. اوكي، انا بدي اعمل لامبرت جديدة، اللامبرت هاي اسمها لامبرت 2، لامبرت 2 اكبس عليها وميدل كليك احطها على البناية. طبعا ما راح شيء يتغير لانها نفس اللون. اكبس دبل كليك على لامبر 2، حيعطيك الاوبشن تاعتها من الاتريبيوت. على كلمة كلر اكبس على المربع اللي هون اللي جنب كلمة كلر اللي هو زي شكل الشطرنج، حيفتح لك هاي الويندو اللي هي كرييت نود، كرييت ريندر نود، اختار منها كلمة فايل، كليك واحدة حيعطيك هون بعض العناصر، اما هون يعطيك اياها او على هاي. اوكي، بس لاحظ انه في عندك تاب، خليك على التاب تاعت الفايل، وفي هنا عندي شكل فولدر، اكبس على الفولدر، حيوصلك على نفس البروجكت اللي انت عليه اللي هو دي ام ام مايا بروجكت، وعلى السورس ايمجز. لو عملت اب حتلاقي عندك بالفولدر هيو سورس ايمجز، هذا السورس ايمجز استخدمه دائما، حط فيه المراجع تبعتك للصور. في عندي صورتين سايد فيو، هي بتنعرض على اليمين، او الارك موديل، راح استخدم السايد 1 اوكي اللي هي السايد هاي، اكبس عليها او دبل كليك او اوبن من تحت حيعطيك اياها. شوف اعطاني اياها مظبوط، بس شكلها مش مظبوط بالبنايه اوكي، مع انه شكلها هون باليمين السامبل مظبوط تقريبا. هذا اللي بيصير عندي لما يكون ما في عندي يو في مظبوطه للعنصر. كيف شكل اليو في؟ روح على قائمه ويندو، طبعا هذا صار تقريبا درس تكستشر بس مش مهم، تستفيد انت بمعلوماتك العامة على المايا. روح على UV Texture Editor، هون حتلاقي لو طفينا، اكبرها شوي على الشاشة، لو سكرت شكل الصورة هون، هاي الايكون اللي بالوسط هون في عليها صورة وجه بني ادم، بتغلق وبتظهر صورة الباك جراوند تاعتك. اوكي، شوف شكل اليو في تاعت اليو في، حكينا احنا بدروس البدايات البيسك توتوريال حكينا انه كانه عبارة عن افراد للبوكس. تخيل انه هاي البناية عبارة عن بوكس، صندوق، وبدي افرده. كيف حتفرده؟ او بدك يعني هذا عبارة عن صندوق خشبي مثلا، وبدك تلصق عليه ستيكر. كيف حيكون شكل الستيكر قبل ما تقصه وتلصقه على هذا الكيوب؟ هذا هو الافراد. اوكي، كيف تخيل كيف شكله؟ عندنا الكيوب له اربع جوانب وفوق وتحت. اوكي، لو فتحت اليو في حتلاحظ انه اربع جوانب، 1 2 3 4، وعندنا فوق وتحت اللي هم هذول. اوكي، عند الجنب هاد والجنب هاد والجنب هاد، اربعة وفوق وتحت. طيب كيف بدنا نعرف مين اللي فوق ومين اللي تحت ومين كذا؟ هذه الطريقة اللي بدنا نستخدمها الآن، انتبه وركز معي. أول شيء بتقدر تكبس F8 على الكيبورد، أوكي؟ أو مباشرة تكبس عليها رايت كليك، بتضلك كابس وفيس، اختار لتحت فيس، رايت كليك وفيس، اختار الشكل الوجه هذا الأمامي والوجه الخلفي، حنعطيهم نفس الصورة ماشي الحال،
الوجه الأمامي والوجه الخلفي، هنعطيهم نفس الصورة. وروح على قائمة Polygons و Create UVs Planar Mapping، أوكي؟ اكبس على المربع اللي جنبها واختار اختار Z Axis اللي هو هاي Z Axis و Apply. هتلاحظ انه اخذ الصورة تمام على الوجه هذا وعلى الوجه المقابل له. عرفت ليش الوجه المقابل؟ اوكي، الوجه هذا الجانبي والوجه الجانبي من هون اختارهم مع بعض واختار الاكس اكسس. اوكي ابلاي. انا عم بكبر الشكل هذا المكعب اللي المربع اللي بالوجه اللي بالوسط عشان اعملها فت على شكل البناية وما يطلع فيه زوائد. الاسود هذا ما بدنا اياه الزوائد، خليه هيك. انا بشكل عام بسيط يعني عم بشتغل عشان بس اوضح الفكرة. اوكي، انا عملت للجنبين بس الامام والخلف ما عملتهم، بقدر اعملهم باليوفي ويندو، يوفي مابينج ويندو، يوفي تكتشر اديتر. هون انا مسكر الصورة برجعها، اكبس رايت كليك وضلك كابس واختار يوفي واختار الاربع يوفيز هدول. اوكي، وروح على السكيل اللي هي حرف الار على الكيبورد، حطها في المكان اللي بدك اياه تماما. هاي الدروس كلها تعلمناها ب مايا بيسكس، دبليو على الكيبورد عشان ارفعها شوي، برجع ار على الكيبورد. معلومات مهمة مفيدة تكون عارفها ومرجع لك. اوكي، شكل البناية حكتفي بالاربع جوانب الان، رايت كليك اوبجكت مود، حكتفي بالاربع جوانب، صار عندي السيارة وعندي البناية. الفكرة هلا يمكن وضحت عندك الفكرة من هذا الدرس او من هذا التمرين كامل، يمكن يكون على درس او اكتر، انه بدي هاي السيارة تتحرك وتكسر المكان هذا اللي امامها، تكسر جزء من البناية وتختفي مثلا داخلها. طيب خلنا نبدأ نعمل بعض العناصر المهمة في التمرين. انا حبيت ابدا امامك عشان تشوف كيف طريقة انك تعمل سين كامل على المايا. هلا حكينا ولازم يكون انه كل العناصر عبارة عن دي ام ام عشان يتفاعلوا مع بعض، او كل العناصر بدك اياهم يتفاعلوا مع بعض لازم يكونوا عبارة عن دي ام ام. خلنا اروح على قائمة دي ام ام نشوف شو فيها، ونروح على الشلف تبع دي ام ام، وخلني اعمل اول شيء ارضية. أرضية هاي أعمل فيها حرف الار على الكيبورد عشان أعملها سكيل وأصغر حجمها، أكبرها كمان، ومن ال channel box راح أعمل سكيل واي 0.2 تمام، وراح أعملها باسيف دي ام ام باسيف، وأنزل الكواليتي بدل ما هي 20 1. اوكي، اسكر تمام. راح ازيد عدد الفريمز 150، وهذا العنصر تأكد انه بيصلح يكون دي ام ام. كيف حكينا في ثالث ايكون من اليمين اللي هي عليها كويستشن مارك، لو كبست عليها بيحكي لك العنصر اوكي مع الدي ام ام، ما اعطاني اي ايرور. طيب بحول اول شيء from poly mesh اللي هي هاي الايكون create دي ام ام from poly mesh، اعطاني اياها كدي ام ام، وعملت بلاي هتلاحظ انها فيها حركة مش مزبوطة. اوكي، اول شيء خلنا اعطيها ماتيريال.
دي ام ام ماتيريال الساين نيو دي ام ام ماتيريال وليكن الفا شانل اسفلت. جميل، خلنا اروح على اول شيء على الاسيت مانجر، وخلني اختار كواليتي بدل ما هي 10,000 خلنا اخليها 10. يمكن ما يكون تأثير واضح عليها لحد الآن. طيب على كل الأحوال خلنا نروح على الاتريبيوت اديتر بتاعتها اللي هي هاي الأداة، وخلني أزيد ستيفنس والتفنس أنزلها، خلها مثلا 8. في حركة فيها ولكن مش واضحة كتير. خلني أزيد من الأسيت مانجر، أزيد الكواليتي الأريا بدل ما هي 10 خليها 1. كمان ممكن كفاية خليها 0.1. أوكي، بدأ التأثير يكون عندي واضح على الشكل. الماتيريال شوف العنصر عم بنزل لتحت، خلني ارفعه شوي لفوق. اوكي اوكي طيب اذا لاحظت من الداخل هيعطيني، انا بدي ازيد الريزولوشن بس صراحة خايف من الجهاز، جهاز عندي لا يسعفني الجهاز هذا، يعني مؤقتا عندي مش الجهاز الرئيسي، فمش عم بعطيني حرية اشتغل براحتي، لانه يعني شوف لسه ما في عندي كواليتي وعم باخد لود عالي. انت شوف حسب الجهاز اللي عندك، انا على عندي تمرين زيد الكواليتي فيها وغير الماتيريال، خلنا نستخدم مثلا ماتيريال تاني وليكن ويكي جلاس ويكي كريستال. اوكي ممكن تشوف سبلنتر تستخدم صورة وتعمل عليه. صراحة انا اذا شفت بالمقدمة عندي الوضع بيختلف، لانه كان على جهازي الرئيسي اللي شغال عليه، كنت عامل انه كأنه صورة طائرة وبتخترق هاي البناية، فكان الوضع عندي مريح اكثر على الجهاز الاصلي. على كل الاحوال هاي الفكرة تاعتها. الان عندي السيارة مثلا، هلا عشان اشتغل بالسيارة براحتي راح اعمل disable لهذا العنصر من الاسيت مانجر، راح اعمل disable للبناية. هلا اشوف كيف راح تصير هاي تاعت التايم لاين سريعة، لانه ما عندي عناصر شغالة اكتف. عندي الكار هاي اكبس عليها والسهم لفوق، واختار لي كل جروب تاعت الكار. لو بدي احولها ل دي ام ام بحط عليه كويستشن حيعطيني فيها مشاكل، زي ما تعلمنا به الكاركتر التمرين اللي قبله، راح ارسم مكعب من الدي ام ام عليها. اوكي هون حرف الار على الكيبورد، راح اكبر صغر، اعمل فيه استطالة، خلني اعمل تقريبا فت على هاي السيارة. اعمله باسيف اوبجكت والكواليتي فيه قليل وليكن
point two, point one. طيب هون للكار بدي اعمل انيميشن من فريم نمبر 1، اكبس حرف الاس او شيفت دبليو احسن عشان استعمل للترانسليت كي فريمز عند هذا المكان، وعند فريم رقم 30 مثلا خلنا احرك هذه الكار لا داخل المبنى. اوكي لو عملت البداية بلاي هتشوف انه بتخترق، طبعا ما اثرت فيه لانه ما عندي دي ام ام لحد الان. اوكي عشان تصير الحركة، طبعا هذا السيارة محطوطة بلاير، بدي احط هذا الشكل بلاير تاني، بس على كل الاحوال قبل ما احطها باللاير احطها بالمكان الصح. شوف انرفاعها، هتلاحظ انه عرضها كبير ما له داعي، خليها اقل تقريبا، نزلها في المكان المطلوب، حرف الار كبر حجمها، W بغير مكانه. اوكي هذا العنصر بقدر احطه بلاير لوحده عشان اعمله تمبلت. قبل راح اختار اول شيء العنصر اللي يعني بدي اعملهم بيرنت، ما بدي اعملهم جروب، يعني هذا العنصر الدي ام ام اللي راح اخفيه بعد شوي ومع السيارة. اول شيء بختار انو الحركة موجودة على السيارة، فبختار العنصر الدي ام ام، وبعدين كنترول من الاوتلاين بختار كارز، كار هي نفسها الفايل اللي فيه انيميشن. شوف الكي فريمز بينوا عندك على التايم لاين، ما تختار عنصر من الكار، اختار جروب الكار كاملة، بعدين اكبس بي بي على الكيبورد عشان يعطيك اياها بيرنت. شوف هلا صارت تمشي مع السيارة. اوكي بيرنت اللي هي من قائمة edit parent، اوكي حرف البي اختصارا مكتوب جنبها. هون صارت في حركة، طبعا ما اثر على البناية لانه عندي البناية عبارة عن اعملها ديسيبل، فتقدر تختار البناية مرة تانية وتختار على دي ام ام وتشيل ديسيبل عنها، تشيك تصير انيبل، تحمل دي ام ام، شوف صار التأثير واضح عليها. اوكي جميل، الان الفكرة العامة وصلت. هلا هذا اللي بدي اعمله الان بس عبارة عن يعني زي بهارات للموضوع عشان يتكامل. اول شيء هذا العنصر الدي ام ام بدي احطه بلاير لوحاله على قائمة لاير كنترول اي، بكبس على العنصر الاول من هون، والفيزابيليتي لو شلت عنها شوف بضلوا اكتف، هذا الحلو بالموضوع، فخلاص ما بلزمني اشوفه بعد الان. اوكي اذا بدك اياه باي وقت تعمل على الفيزابيليتي اون واوف. الان اول ما تعمل البلاي شوف البناية فيها حركة. اوكي تقدر تعمل للاكتف والباسيف كي فريم، يعني هون لعند وصول البناية لعند وصول السيارة للبناية لعند هذا الفريم اللي هو رقم 13 راح تعملها هاي كي فريم وتعملها اكتف، وقبلها بتكون باسيف. شو الحل؟ من الاتريبيوت من الشانل بوكس بتروح على الاوبجكت دي ام ام كيوب اللي هو اسمها بي كيوب دي ام ام اوبجكت، وبتعمل للدي ام ام باسيف بتعمل عليها رايت كليك وكي سيلكتد وهي اوف، قبلها بفريم واحد تخليها كمان مرة اكبس عليها key selected
اوكي صاروا تنتين اوف، ما في اي تأثير. هلا اللي هو رقم 13 الفريم الرئيسي، هلا لازم تصير الباسيف اكبس، بدل ما هي اوف اكبس 1. لا هي الباسيف اوف معناته انه اكتف، فانا ارجع للفريم اللي قبله والباسيف اوف بخليه اون، يعني هي واحد، يعني هي ان اكتف، يعني ما فيها اي حركة. شوف الان ما في اي حركة لحد ما توصل السيارة. جميل. طبعا انا هون عشان تزيد شكل البناية الصح تعمل سبلنت كيج زي ما حكينا عليها بدرس سبلنت كيج، اذا ما عرفت عيد درس سبلنت كيج واختار شكل حلو. وبتقدر تختار ماتيريال تاني من ماتيريال، اوكي، وبتقدر كمان تزيد الكواليتي من الاسيت مانجر. بس انا زي ما حكيت هلا على الجهاز هذا ما راح اعمل هاي الشغلات، بس بدي اوضح الفكرة الان على هذا الموضوع. اتوقع يعني حتعطيك نتيجة حلوة، ولما بدك اياها ينزلوا. شوف يعني صاروا مش معقول السلوك او الحركة بتاعت الحجار انها تطير بهذا الاتجاه. ممكن تعمل فيها جرافيتي زي ما حكينا بدرس اللي هو المايا فيلد، وتعمل اتاتش للمايا لعناصر عناصر المايا مع الدي ام ام، اللي هي ابلاي مايا فورس تو دي ام ام اوبجكت. اذا مش متذكره ارجع وراجع الدرس وخلي فيها شوي جرافيتي عشان تنزل للارضيه. اتوقع هذه الاشياء المهمه. طبعا لما يصير عندك كواليتي بدك بعض المناطق ينزل وبعض المناطق ما ينزل، يعني يظل محافظ على مكانه، بتقدر تستخدم اللي هي الـ Add New Passive Region اللي هي هاي الأداة. اوكي تكبر الشكل، لو عملت بلاي هلا ولا اشي راح يتحرك لانه عبارة عن Passive Region. خليها على جنب، حرف الـ R على الكيبورد، صغر حجمها، وحرف الـ W غير مكانها، اختارها، create a new passive object حرف ال R على الكيبورد، كبر حجمها، وال W صغر مكانها. بتقدر تحدد المكان اللي راح يصير فيه الحركة لو عملت play. الآن حتلاحظ انه صار في عنا حركة في المنتصف اكتر. وعشان تزيد الكواليتي بتقدر بالمنتصف اذا جهازك بتحمل والامور عندك كويسة، بالوسط تعمل اد ريزوليوشن اد دنسيتي ريجن اللي هي من ايديت دي ام ام دي ام ام اسيت اد نيو دي ام ام ريجن اللي هي دنسيتي ريجن. اوكي تختارها حرف ال R على الكيبورد، وبتروح على الاتريبيوت زي ما تعلمنا بدرسها وبتغير ارقامها اساس انه يكون في حركة في تكسير اكتر بالمناطق اللي بتدخل منها السيارة. بتروح على الاتريبيوت وبتغير اكسترا اتريبيوت، بتغير الارقام زي ما تعلمنا في الدرس تبع الكواليتي. وممكن تضيف بعض الاكسترا شغلات. فكر بالدي ام ام كتير، فكر بانه ممكن تكون كرة. خلاص انا هذا الفايل كنترول اس راح اعمل سيف وبكفي، راح يعني خلي التمرين الكبير الاشياء اللي تعلمناها بالدروس الماضية تطبقها على هذا البروجكت. اوكي وبكفي كلام بهذا الدرس. ان شاء الله بنشوفكم في دروس ثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عمر قنديل من دوت إنسبوت.